التهاني والتبريكات لكل أهالي محافظة نينوى العزيزة، لكل أهالي العراق الحبيب. تمنياتي أن تكون كل أعيادكم، كل أيامكم أعياد، وأن يكون هذا العيد إن شاء الله فاتحة خير لكل أبناء شعبنا العزيز. كل عام وشعبنا العراقي بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله يا ربي ينعاد علينا بالصحة وبالعافية، وبلدنا يرفل بالأمان، ومدينتنا الحبيبة الموصل ترفل بالعز والأمان والعطاء إن شاء الله، وابناء جامعتنا الحبيبة وكل العراقيين يا ربي إن شاء الله عام عيد خير وعيد محبة وعيد إن شاء الله صحة وعافية وتحقيق كل الأمنيات. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي وإلى أبناء مدينة الموصل الحبيبة، وكذلك إلى أسرة جامعة الموصل وزملائي من الصحفيين بهذه المناسبة. داعين الله عز وجل أن يديم هذه الأعياد. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي وإلى أبناء محافظة نينوى وبكافة مكوناتها، راجيا من الله القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وإلى أسرة الجامعة والأسرة الصحفية كذلك أقدم هذه التهاني. أقدم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك للشعب العراقي وللقوات الأمنية ولكافة الأهل والأقارب، وأتمنى من الله أن يعيده على الجميع بالخير والصحة والعافية.